السلام عليكم جايز، كنتمنى تكونوا بخير ونهاركم يدوز الطوب. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على واحد السياره اللي قدرات تثبت الوجود ديالها في ظرف وجيز. معنا سيت خوين سيت خوا ثوازيام جينيراسيون. كيف كتعرفوا هذا هو اول موديل، هذا هو الاولاني اللي كان تطور ولا دوزيام جينيراسيون اللي هي، ودابا معنا ثوازيام جينيراسيون. هاي كيف كتشوفوا بدعوا سيت خوين، بدوا لها التصميم جذريا، جابوا لها فرقوا الاضواء، داروا لها دو لي فوتجو، جابوهم الرسم، داروا وسطهم الكرومي، جابوهم الوسط ديال الكرومي، والكرومي بقى غادي، والسيت خوين لا مارك حتى هي دازت فيها الكرومي وبقى غادي، اللي عطا واحد اللمسه رائعه اللي كانت كتبان لكم. بالنسبه للباشوك جا حتى هو زوين بالسيري، جابوا الفوق هنا دارهم اوفر الدوارات، والتحت دارهم ديفيرون على هادو، هنا دارهم بحال الزيكزاك اللي عطا واحد اللمسه رائعه. كيف كتشوفوا من القدام السياره كتولي تبان لكم زوينه. الاضواء هنايا جابوا من تحت اضواء الفار والتقابل هو والفاروات الصغيور هذا، وهذو هما اضواء الضبابه اللي دارهم في واحد البلاصه زوينه. الديكور قدام كيبان على السياره الطوب. بالنسبه لي جونطي معنا ديزويت الومنيوم، او واحد اللمسه رائعه للسياره، جاب الديكور زوين بقى على حساب البروبريتير كيبغى. بالنسبه للغوتروفيزور اللي معنا ماشي اوتوماتيك ولكن السيري زوين هنايا، راه الضوا ومني كدير السينيال كيعطي واحد اللمسه رائعه. بيبان باقيين هما هما، كون دارو غير بحال البوطون اللي في كليو كارد كيتسدو اوتوماتيك بعد الكونتاكت هادي بحال هكا. هنايا راه اللمسه كيف كتشوف داخل هاد اللمسه زوينه، ماشي غير الباب ديريكت كيبان لك هاد المربعات والبيض ديال هاد المربع هذا. لي جون كذلك هما مثال. وبالنسبه ديال بالنسبه ديال المازوت سهلوها اصلا كاع السيارات الاخرين دابا ولاو غير كتورق كتسد. الضوء الخلفيه كيف كتشوفوا ليد، هذه لمسه رائعه من عند السيت خوين ملي داروهم ليد، ولا كيعطيو واحد الديكور زوين بخصوص ملي كتفراني ملي كيكون شي واحد وراك ولا شي حاجه ولا بالليل كيعطيو واحد اللمسه رائعه. هنا السينيالات دارهم هنايا لتحت. وبالنسبه للباشوك هنايا بلاستيك اللوراني، واللمسه اللي ضافوا زوينه عاوتاني حتى بالنسبه للامارك هنايا اللور، ما داروش كرومي، جابوا ابداع مع اللون الكري، داروا الداخل بالكحل باش كيجي الديكرادي ديال الكري، بحال كيجي الديكرادي ديال الكري. هنايا السميه سيت خوا جا واحد اللمسه رائعه كيف كتشوفوا باللور، كتبان الطوموبيل الطوب من اللور، جابوها جمعوها كتبان. وهاد الجينيراسيون هادي زادوا كبروا الحجم، الجينيراسيون اللي قبل كانت صغيره والجينيراسيون اللي قبل كانوا صغار، الجينيراسيون اللي معنا دابا الحجم ديالها كبير في السياره، هذا كيكبر. هادي ما قدرناش نغطيو لها البلاكه كامله مع دوبل في، هادي من لا ميزون جات ديريكت درنا لها الفيديو باش تعرفوا راسكم راه عزاز عندنا. دابا نشوفوا الكوفخ. بالنسبه للكوفخ 300 لتر مزيانه، المساحه مناسبه، كاين تقدر تهز اي حاجه تبارك الله، ما كيبقاش زوين. وهنايا الرويده سوكو دارها فواحد البلاصه زوينه ساهله، بغيت تجبدها طفايه تقدر دير انا اي حاجه، داكشي ساهل كيجي طوب. دابا هنايا الفوق كيبان بحال زاج بحال بانوراميك زوين، بوز من غير كتضرب على شي غسله ولا كتكون طوموبيله نقيه كيعطي واحد كيبان ثقافه السباقه، هذيك كيبان بحال كروم. بالنسبه للموتور اللي معنا 1.6 لتر طوموبيله 1.6 راه كتجري، واخا كتجري ما تسمعش 1.6 تقول لا راه صافي كتكونسومي، ما كتكونسومي لا والو. بخصوص هذه الدوبل في راه ما كتكونسوميش، ابار دوبل في الطوموبيله راه ما كتكونسوميش. بويسونس فيسكال 6 راكم عارفين الضريبه شحال 700 درهم. الموتور في 92 شوفو، كونسوماسيون فيل 5.1، كونسوماسيون روت 3.8 شاك 100 كيلومتر، فريمون فواتير ايكونوميك تبارك الله. غير هي كيف قلت لكم اللمسه كداروا غير هيدروليك. دابا شفنا الخارج ديال السياره، دابا غادي ان شاء الله غادي نشوفوا الداخل ديال السياره. بالنسبه للخلف مساحه ملائمه، الاسباس باقي بيني وبين اللي قدامي، رغم ان المقعد الامامي ديرو في واحد الوضعيه، اللي راكب قدام ديرو في واحد الوضعيه ديال الراحه، ومع ذلك باقي الاسباس بيني وبينه. وتا الوضعيه ديال الجلوس اللور مريحه، كيف القدام كيف اللور، حتى العلو هنايا مناسب طويل قصير اي واحد يقدر يريح اللور الصراحه، حتى ملي كتريح اللور مريح. والوسط كذلك ومثال في المريح حتى الراحه، تقدر تحط الكيسان ولا قرعه ولا هادي، ما كايناش كليما واصله اللور. وهنا عندك واحد مساحه التخزين اللي داروا بواحد اللون ديغرادي ديال اللون الاصلي ديال السياره، وهنايا الكرومي ديما كيلعبوا على الديغرادي ديال اللون ديال السياره، والديزاين هذا زوين اللي عطى الطوموبيل. دابا شفنا الخلف، الخلف مريح، وكاين البيفان، عنده واحد البيفان زوينين، عندهم واحد اللمسه رائعه، كيقدر يوصلوا حتى بحال القدام بحال اللور، كتسمع الكاليتي ديال الصوت تبارك الله، كتبان لك سبورتيف الفولون. وهنايا راه تقدر تزيد الصوت كيف تبارك، كيف لي زوتر فواتير، هنا تقدر تزيد الصوت نقص الصوت، هنا كيطلع لك الحاله ملي كتقلب من هنايا، راه كتشوف هنايا الليطه ديال الفواتير ولا شحال من كيلومتر قاطعه. الكونتور حتى هو سرعو كيبان طوب، ملي كدورو بالليل عاوتاني كيبان واحد الديكور زوين. هنا تقدر انك دير زيت في الاضاءه ديالو على حساب نتايا.
تشوفوا بالليل كار بلاي داكشي بالضبط اللي في التليفون هو اللي كتحطو، كاين واتساب ميساجات، وبالخصوص اللي عندهم ايفون كيدير سيري، شكون عنده الكونيكسيون راه كيدوي مع سيري كتعطيه كلشي لا ما يحتاج كليك ولا شي حاجه، سيري خدم الموسيقى، سيري صيفط الميساج لفلان، راه اللي عندهم ايفون غادي يعرف الخاصيه زوينه في الايفون. بالليل فولون كونتور بالليل كيبان لبسه زوينه، استخوين بدات في هذه النوفيل جينيراسيون عندها. المهم جايز كيف كتشوفوا حنا شنو دابا الليل، رجعوا للصباح نكملوا. هنايا الكار بلاي ولا سيري اللي عنده الايفون، لي زابيل هنايا راه كيطلع لك كتدخل هنايا من هنا كتقلب الراديو هنا راه كيطلع لك لي ليست، وهاد اللمسه ديما كيف كتشوف اي سياره ملي كتشوف هاد اللمسه كتعرف راه سبورتيف. معنا انا غير دو بوطون ديال القدام بواني كرومي عطا واحد اللمسه زوينه، دارو بلاصه المرايات هنايا انك تقدر تقلب المرايات. غيلاتور فيتاس فين داروه كتكليكي واحد البوطون لوري فين كتزيدو تنقص، وهنا ملي كتاكتيفي بهادي كدير لي ميتو يا على حساب انت اش بغيتي. بالنسبه للبوطه فيتاس تبارك الله فليكسيبل زوينه في الشده تبارك الله، سرعوها البوطه فيتاس كدوز بروميير دوزيام داكشي فليكسيبل، دارو لك واحد يو اس بي هنايا هنايا لا لي سيجاريت ولا تشارجي على حساب نتايا، وهاد المساحه تقدر تحط فيها تليفون ولا اوراق ولا فلوس. انا ما مانيير باقي هو هو يدوي هبط طلع وعلي هاد ليكرون 7 بوص زوينه، تقدر كار بلاي تقدر كونيكتي التليفون. هنايا الكليمه دارو لك غير دو بوطون ما تبقى اوتوماتيك، لومبان دارو هنايا، واللمسه الرائعه في هادي هي ملي كتبان بحال هكا كتبان لك غادي تسد لشي من الجناب كتبان بحال انها تقدر تسدها، تا واحد الديكور زوين. بالنسبه للكليما كاين هادي وفتحات كاينين 4 1 2 3 4 هنايا دارو كرومي، وتا هنايا كيبان كرومي بحال الالومنيوم هنا تعطي واحد اللمسه زوينه طوب واحد الديكور. بالنسبه للي بواني هنايا كيف هنايا واحد اللون هنايا كري، حيت دابا الطوموبيله كحله كيلعبوا على الكري والكحل باش يديكراديو. بالنسبه هنا تبارك الله راه مساحه كبيره، الطوموبيله من الداخل عندها واحد اللمسه الكوسانات كتحس بالراحه، ثم المساحه اللي كاينه لداخل مريحه كتحس الطوموبيله زادوا كبروا على الموديل اللي قبل، والداخل عطاو حقه في ابسط لي ديتاي اللمسات الالوان الكرومي اي 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 بوطون عطاو حقه، والداخل كيبان طوب كيبان واحد الديكور زوين من الداخل. دابا كيف العاده ديال اي فيديو نديرو تيست درايف للسياره، دابا نخلي لكم الاثمنه كلشي سيارة زوينة في السوقان، فولو سبورتيف واحد الديكور طوب بيفانو كتجهدو كيعطيو واحد النغمة زوينة. ملي كتكون صايك كيبالك واحد السيل واعر هاد الكرومي هادي هنايا هاد الكرومي كتطيب، بخصوص الطابلو كيبحال غيتسد كيعطيو واحد الديكور زوين. اصلا السيارات مبقاتش كتخرج شي سيارة، كاع السيارات ولاو كاع الطوموبيلات ولاو تيخرجو زوينين، دابا مبقاش شي طوموبيل كتخرج خايبة كلها ولاو تيخرجو واعرين. كيف كتشوف فليكسيبل السيارة في الفولون في كلشي، الفولون اللي عجبني فيها بزاف هو الفولون بالضبط، الفولون سرعوه داروه سبورتيف كي كيبان زوين، وفي السوق والكونسوماسيون الله يعمر دار السيارة زوينة. المهم بالنسبة لأسعار السيارة دابا نخلي لكم كلشي المعلومات، دابا إن شاء الله غادي تكون نهاية ديال الفيديو، وإن شاء الله غادي ندير لكم التوب سبيد. وقبل ما نخليكم مع التوب سبيد ما تنساوش ديروا، حنا دابا كنسالوها، ما تنساوش ديروا السبسكرايب فلاشين عزيزنا به، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم وتخليو شي كومونتير زوين، صيفطوا لنا ميساجات في انستغرام وتقولوا لنا على اي فواتير بغيتوا يكون الفيديو الجاي. فرجه ممتعه.